فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس لنصغي. يا إخوة، لكل واحد منا أعطيت النعمة على مقدار موهبة المسيح، فلذلك يقول لما صعد إلى العلا سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. فكونه صعد هل هو إلا إنه نزل أولا إلى أسافل الأرض؟ فذاك الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق السماوات كلها ليملأ كل شيء. وهو قد أعطى أن يكون البعض رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين ولعمل الخدمة وبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدة الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى مقدار قامتي ملء المسيح.